داود محمد فرحان أشهر ساحر أو معالج روحاني تائب، ولما تاب قرر يفضح كل السحرة والمعالجين الروحانيين ويعرفنا هو أنت علشان تبقى ساحر أو معالج روحاني مطلوب منك تعمل إيه. داود محمد فرحان من اليمن، وهو بينتمي لعيلة بتتوارث السحر أبا عن جد، وكل جيل بيسلم جيل في أعمال السحر، والمنطقة السكنية اللي داود اتربى فيها كلها مشهورة بالسحر وبأعمال السحر. وطبعا الناس العادية ما بتقولش عليه ساحر، بتقول عليه معالج روحاني. داود من وهو طفل صغير أبوه كان عايزه يطلع زيه ساحر، فكان داود لسه طفل وكان أبوه بيعمل عليه طلاسم وتعاويذ سحرية علشان الجن يتلبس داود، ويبقى داود لما يكبر يبقى ساحر زي أبوه وزي جده وزي بقية العيلة. داود وهو طفل كان دايما بتجيله حالات صرع بالليل بدون سبب، كان بيصحى مرة واحدة على صريخ جامد جدا، وفي اللحظات دي بيكون الجن قريب منه جدا. أبو داود كان عارف إن الحالة اللي فيها الطفل دلوقتي من حالات الصرع اللي بتجيله هي بداية حالات التلبس من الجن والشياطين، وكانت والدته دايما نفسها ان داود ما يمشيش في نفس طريق ابوه او طريق العيلة، ولا يتعامل في مستقبله ان مهنة السحر او العلاج الروحاني هتكون هي مهنته في المنطقة اللي هو ساكن فيها. داود لما بدأ يكبر في السن شوية كان بيحب الاماكن المنعزلة، وكان بيروح اماكن صحراوية بعيدة عن الناس، وكان بيقابل هناك فتيات جميلة جدا. داود كان عارف ان الفتيات دي هي عبارة عن جن تلبس في شكل فتاة، وكانوا بيظهروا له بشكل شخصي، وكان بيحب يشوفهم جدا، وكان بيحب يروح الاماكن المعزولة في الصحراء دي باستمرار علشان يقابل الفتيات دي. لحد اللحظة دي كان تعامل داود مع الجن يعتبر بسيط، لحد ما جاء يوم داود وهو راجع من الصحراء المكان المعزول اللي قاعد فيه وبيختلي فيه بنفسه، وهو راجع لقى معزة مربوطة في شجرة شكلها غريب ولونها اسود وبتبص له. هو في الاول تخيل ان في مزارع من المزارعين بيتجول في منطقة ما وربط الماعز بتاعه في الشجر، لكن انتظر فترة طويلة ما لقاش اي حد ظهر، وهنا عرف ان بنسبة كبيرة الماعز دي غالبا هتكون شيطان. داود بيقول انه قرب من الماعز ومسك عصاية خشبية كانت موجودة على الارض وحاول يضرب بيها الماعز علشان يبعدها عن طريقه، لكن الماعزة دي كلمته وطلعت صوت اشبه بصوت الفتاة، وعرفته ان هي مش معزة وانها واحدة من عشائر الجن جاية علشان خاطر تشوفه. وهنا داود عرف ان هو انتقل لمرحلة اكبر من مرحلة التعامل مع الجن. الموضوع ده بعد ما حصل داود اتأثر نفسيا جدا، ورجع على البيت وكان عنده شبه فقدان للوعي، وما كانش عارف يتعامل مع اي شخص. ووالدته كلمت الجيران المحيطين حواليها واللي هم برضو الصحراء ودجالين، هم طلبوا منها انها تربطه بجنازير جوه البيت وما تدلوش اي مساحة للخروج من البيت، وان الوقت اللي هيمر بيه داود الفترة الجاية هي مرحلة صعبة جدا لها علاقة مباشرة بتلبس الجن للإنسان، وإن الجن يبدأ يوفر خدام للإنسان علشان يستخدمهم في أعمال السحر والدجل والشعوذة. لكن والدة داود ما قدرتش تستحمل انها تفضل ربطاه بالجنازير طول المدة دي، فكانت في اوقات معينة ممكن تفكه وتسيبه يخرج بالليل شوية. داود بدأ يلاحظ انه بقى ياكل حاجات غريبة من الارض، بقى ياكل لحم ميت عادي، بقى ياكل قاذورات عادي، بقى ممكن يتخانق مع الكلاب اللي في الشارع على قطعة لحمة ميتة مرمية في الارض، وما كانش عنده اي تفسير هو بيعمل كده ليه، الا انه كان عارف ان اللي بيأمره انه ياكل الاكل ده هما الجن والشياطين. طبعا كل اللي كان واصل لداود في الوقت ده بناء على الورث اللي ورثه من ابوه ومن اهله ان كل اللي بيمر بيه ده عبارة عن كرامات وقوة، وانه هيوصل خلاص لدرجة كبيرة جدا في العلاج الروحاني. بعد فترة اتفك من الجنازير خالص وبدأ يتحرك براحته، وسافر لمحافظة تانية، وهناك قابل واحد اكبر من الشيوخ الموجودين. الشيخ قعد معاه وسأله شوية اسئلة وعمل شوية طلاسم وتعاويذ، وبعد ما خلص قال لداود ان هو خلاص بقى جاهز يبقى معالج روحاني قوي. وطبعا عرف داود ان في بعض الاسرار ما ينفعش يقولها للانسان العادي، وان الانسان العادي مش هيستوعب القدرات الخاصة والخارقة اللي هتكون عند داود، ان يقدر يتحكم ويقرر ويقدر يعمل اعمال سحرية تنفذ اي حاجة هو نفسه فيها، ويقدر كمان يعالج اي شخص هيجيله مهما كان نوع المرض اللي عنده.
الشيخ طلب منه ان هو يجيب بعض الكتب الهامة وبعض التعليمات اللي لازم يلتزم بيها داود. الكتب دي زي كتب شمس المعارف والعزيف والجفر وغيره، وكلها كتب بيعتمد عليها السحرة في الاعمال السفلية. داود كان بيمتلك خاتم روحاني عليه حجر نادر جدا وعليه مجموعة من الخدام، وكان بيمتلك سبحة، والسبحة دي وجودها ضروري علشان يوهم الناس طول الوقت انه رجل صالح. وكان من الشروط ان يدهن الخاتم والسبحة باجود انواع العود، علشان في اي جلسة من جلسات العلاج الروحاني اللي هيقعد فيها مع الناس تطلع رائحة العود، فالناس تتخيل انها جلسة روحانية، لكن في الحقيقة هو كان مسخر مجموعة من الخدام بينفذوا له اي طلب هو عايزه، وكان الخدام هم اللي بيقولوا له يوعد الناس بايه. وكمان الخدام كانوا بيجيبوا له اسرار ومعلومات عن الشخص اللي داخله، لان الخدام بيتعاملوا بشكل مباشر مع قارين الشخص، فبيعرفوا منه الاسم وبعض التفاصيل المهمة اللي الساحر بيكون عايز يعرفها. وبعد مرور 5 سنين تقريبا، داود بدأ يحس ان الخدام اللي موجودين معاه مش اقوي، مش بيجيبوا له معلومات نادرة، مش بيحققوا له كل اللي هو عايزه، فده ممكن يضعف من قيمته ويضعف من الدخل المالي اللي بيجيله من خلال الاعمال السحرية اللي بيعملها واللي هو كان بيوهم الناس فيها بانه معالج روحاني. لحد ما جاء في يوم من ايام الخلوة اللي كان بيقعد فيها داود مع نفسه وكان بيستحضر الجن والخدام، ظهر له رجل كبير في السن لونه ابيض ولابس ابيض، لكن شكله مخيف. داود كان عارف ان اللي ظهر له ده هو واحد من اكبر خدام الجن، لان داود كان بيطلب في كل جلساته الخاصة انه عايز خدام اقوى يساعدوه في اعمال السحر. الراجل الكبير في السن سمع طلب داود واختفى مرة واحدة، وبعدها بدقايق داود اكتشف ان الراجل الكبير بعت له عدد كبير من الخدام، وان الخدام دول هيكونوا تحت امره بشرط ان هو كمان ينفذ الطلبات اللي هتطلب منه. طلب منه ان يروح مكان الخلوة بتاعه، لكن يجيب معاه مصحف ويقطع المصحف من النص ويرتدي المصحف في رجليه الاتنين ويمشي عليه على الرمال، وبعدها يقطع المصحف لمجموعة كبيرة من الاوراق يفرشها قدامه ويمارس على المصحف الرزيلة. استغفر الله العظيم، لكن هو اللي بيقول كده، ولان المرحلة دي هي اصعب مرحلة كان لازم يستمر فيها في خلوة لمدة 40 يوم، 40 يوم كاملين بنفس الطريقة دي، وخلال الاربعين يوم ما يستخدمش المية خالص ولا يغتسل تماما، ويفضل على جنابة طول الاربعين يوم في نفس مكانه. ومن الشروط كمان انه لا يجالس الصالحين وما يقراش قرآن ابدا إلا بعض الآيات البسيطة المسموح ليه بقراءتها، علشان ده يساعده في إيهام الناس إن هو بيعالج بالقرآن أو معالج روحاني. وبعد ما خلص الأربعين يوم وبدأ يستعد لمرحلة جديدة خالص من حياته، مع بداية أي جلسة روحانية كان بيروحها داود أو الناس بتجيله كان بيقرأ قرآن في الأول، لكن في الحقيقة هو ما كانش بيقرأ قرآن صحيح، هو كان بيقرأ آيات مختلطة وآيات خاطئة، لكن المريض لأنه جايله ومش مركز فكان بيتخيل ان داود قاعد بيقرأ قرآن عادي، لكن في الحقيقة هو كان بيقرأ حاجة تانية خالص. وكان اللي بيقرأ داود في الوقت ده هو عبارة عن طلاسم بيحضر بيها الخدام في الجلسة اللي الناس قاعدة فيها، وبيبدأ يطلب من الخدام ان هم يجيبوا له معلومات كافية عن العمل اللي معمول للراجل ده، او طلبات الراجل ده، او اسرار عن حياة الراجل ده، ويبدأ الخدام يتكلموا مع قرين الراجل ده وياخدوا معلومات ويبلغوها لداود، ويبدأ داود في الجلسة يصدم حاضرين بالمعلومات دي. ومن الشروط كمان اللي داود لازم يلتزم بيها انه يفضل طول الوقت على جنابه، وانه يظهر قدام الناس في شكل شيخ، وانه حتى لو ماشي في الشارع والاذان اذن في الجامع يدخل يصلي حتى لو كان على جنابه، وما يتوضاش ابدا. وكشف داود كمان بعد توبته عن سر خطير، هما ليه بعض المعالجين الروحانيين او السحرة بيطلبوا من الناس ان هما يذبحوا حاجة معينة، زي يذبحوا ارنب، يذبحوا معزة، يذبحوا طائر معين، ويجيبوا الدم بتاعه للساحر في الجلسة التانية. الهدف الحقيقي ان الذبح ملوش اي قيمة في السحر، الهدف الحقيقي هو الشرك بالله. انت بتقدم الذبيحة دي لمين؟ انت بتقدمها لغير الله. فبالتالي داود بيضمن كمان ان الشخص اللي جايله يكون دخل في مرحلة من مراحل الشرك بالله. لحد ما في يوم وهو في جلسة بدأ يحس بالتعب والارهاق الشديد، فطلب من سكان البيت ان هو ينام شوية. حلم غريب جدا،
علم انه قاعد في قريته القديمة وانه ميت، وان الناس حواليه شايفينه ميت وهو بيحاول يتكلم معاهم بس محدش سمعه. ومر بكل المراحل، الغسل والتكفين، لحد ما وصل لمرحلة الدفن والناس بتدفنه وعمال يقول لهم ان هو عايش وصاحي بس محدش خالص سمعه، لحد ما قفلوا عليه القبر وطلعت من الارض ايد كبيرة. الايد دي مسكت جثة داود ورفعتها لفوق ورجعت رمتها على الارض جامد جدا وطلبت منه ان هو يصلي لربنا. مرة واحدة داود حس بألم شديد جدا، صحي منه على صوت صرخة عالية، كل سكان البيت اتخضوا وجريوا عليه ومحدش فيهم كان عارف هو في ايه بيحصل. ولان وسوسة الشياطين هي اقوى حاجة عندهم، فقعدوا يوسوسوا لداود ان اللي حصل ده بسبب انه اغضب الشياطين وانه نام في بيت الناس من غير ما يخلص الاعمال بتاعته، لكن كان لسه حاسس بان جسمه تعبان جدا فدخل في النوم تاني. لكن الحلم التاني كان اصعب بكتير ومباشر. الحلم التاني حلم انه ماشي وشاف قدامه حفرة كبيرة جدا، الحفرة دي في عمقها لقى ابوه المتوفي، بس لقى ابوه شكله غريب جدا، وابوه كان بيطلب منه انه يبعد عن الطريق ده تماما، وان اخرته هلاك وكفر وشرك بالله، وان كل الخطوات اللي هو علمها له هو ندمان عليها ونفسه الدنيا ترجع بيه تاني ويعيش علشان يستغفر ربنا ويتوب لربنا ويبعد عن كل الاعمال السحرية والشرك بالله. داود صحي من النوم وهنا اتأكد ان اللي جاله في الحلم التاني رسالة واضحة، فقرر انه يتوب لربنا. ومجرد ما قرر انه يتوب لربنا، اول حاجة عملتها معاه الجن والشياطين انهم سحبوا منه كل القوة الخارقة اللي كانوا مديها له، وسحبوا منه كمان القوة الجسمانية، فداود ما بقاش قادر يقوم يتحرك ولا قادر يمشي، لكنه قرر انه هيمشي في طريق التوبة ومش هيرجع تاني. فقام والاول مرة يتوضى وضوء صحيح ويقف على سجادة الصلاة ويصلي لربنا بس. الشياطين والخدام فضلوا حوالين داود بيحاولوا يأثروا عليه ويرجعوه تاني لنفس الطريق، لكن داود كان بيرفض تماما كل الطرق والحيل اللي كان بتعملها الشياطين والجن معاه، لحد ما هددوه ان هم هيأذوه في ولاده وفي مراته. ولاده الاتنين توفوا بطريقة غريبة في جلسة عادية خالص كده، حصل لهم انتفاخ وماتوا، وبعدها بكام سنة مراته جالها مرض غريب ملوش اي علاج وتوفى. لكن داود فضل ثابت على موقفه وقرر انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويبعد تماما عن كل اعمال الشرك. توبة الساحر داود درس كبير لكل السحرة والمشعوذين والدجالين واللي احيانا بيطلقوا على نفسهم المعالجين الروحانيين. سلام عليكم.